تبدأ اليوم بمركز عمان الدولي للمعارض فعاليات معرض المنتجات الإيرانية الثاني الذي تنظمه شركة أعمال المعارض العمانية وبالتعاون مع السفارة الإيرانية بالسلطنة، ويستمر 4 أيام. تنظم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم اجتماعاً لأصحاب حملات الحج المصرح لهم لموسم 1437، وذلك في كلية العلوم الشرعية بالخوير. تشارك السلطنة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2016 في دورته 47، والذي ينطلق اليوم ولغاية 10 فبراير المقبل.